زد نجح في تحقيق فوز كبير على الاتحاد السكندري، ماتش من احلى ماتشات الجوله اللي شفناها. الاسماعيلي برضو حابب اسالك يعني على وضعه بشكل عام، يعني احنا بنتكلم على خساره وانتصار، لكن وضع الاسماعيلي بشكل عام من خلال متابعتك كمان ليه في الماتش اللي لعبته ضده، شايف ازاي الموسم متوقع له ايه كابتن عبد الله؟ انا عجبني الماتش الثاني على بتاع الماتش الاتحاد الاولاني بتاعنا، الماتش الاولاني بتاعنا كان لسه بيتحسس ما كانش الطريق. عاجبني الاسماعيلي خالص الشوط الاول، كنت حاسس ان احنا الشوط الاول جامدين جدا جدا، مظبوط، واحنا يعني ده مش تقليل من فرقتنا على فكره، احنا بالعكس فرقتنا فرقه كويسه وبتوصل لجون كتير حقيقي وبتخلق فرص كتير لا نشاط وفرقه هجوميه، يعني فرقه صح. هجوميه بتلعب كره حلوه، صح. ف يعني تخوفت على النادي الاسماعيلي شويه. وبعدين كان قاعد معانا في المقصوره اعضاء مجلس الاداره، برضو الظروف عندهم صعبه جدا 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 المادية طبعا طبعا يعني. وبعدين النادي الاسماعيلي مش جديد عليها هني، احنا بقى لنا صح بنكلف في 3 سنين، صح ما ينفعش النادي الاسماعيلي يبقى في الوضع ده خالص مظبوط خالص يعني. مظبوط. الدراويش وبرازيل الكره المصريه وفعلا طول عمرها ولاده وبتطلع لعيبه كره كويسه جدا جدا جدا، ما ينفعش يبقى ده مكانه في الدوري يعني. السنه اللي فاتت بيقعد في آخر جولتين، احتفاليه عشان بقاء النادي صح الاسماعيلي، الاسماعيلي صح بيكسب بطولات يا جماعه، مظبوط. فلازم يبقى التعامل مع الانديه اللي هي الجماهيريه اللي ليها ثقه في الكره المصريه يبقى اقوى من كده شويه. ازاي اقوى من كده؟ دي نقطة مهمة جدا، لانه من الموسم اللي فات بدأت الشرارة تشتعل في قصة أندية المؤسسات وأندية الجماهيرية، والأندية الجماهيرية بدأت تجتمع وبدأت تقعد مع الرابطة وبدأت تقعد مع وزير الشباب والرياضة وعايزة الدعم لإنقاذ الأندية الجماهيرية. انت بتشوف ازاي الدور اللي ممكن يتعمل علشان تتحمي وتبقى في منافسة فيها الأندية الجماهيرية هو قائمة؟ معلش يعني هو لما تروح لوزير الشباب والرياضه هيديك ايه؟ هيديك كام؟ يعني كام في ميزانيه فرقه كوره؟ مظبوط. او ميزانيه نادي كام؟ يعني نادي وهو زمالك اصلا بيقول انا ماليش دعوه بالكوره، ما تاخدش مني فلوس ادفعها على يعني عقود نادي يعني. زمالك النهارده مثلا بيصرف على 25 لاعب او 26 لاعب، هتفرق معايا الرقم اللي بياخده دعم يعني؟ صح. يعني فاهم قصدي؟ هو لازم يبقى مجلس اداره بيفكر في مصادر دخل تانية، ايوه افكار بره الصندوق، ما هو لازم. وبعدين معلش مع احترامي كلمه جماهيريه وشركات، هو انديه العالم كلها ايه؟ شركات، رجال اعمال عندها حصص بورصه، شركات، ايوه هو ده احسن سيستم، غير كده مش هتعرف تجيب فلوس يعني، هي ما لهاش حل، هتجيب ازاي؟ مفهوم. بس هو لازم الناس تفكر ان هو النهارده في شركات، الشركات دي المفروض تشتغل انها تجيب تزود مصادر الدخل بتاعت الانديه، انها تزود كل يعني تبتدي تشوف اللعيبه تيجي ازاي، تبتدي تهتم تاخد قرارات مناسبه، ان انا النهارده مثلا انا مش هقدر اصرف النهارده سنتين ثلاثه، خلاص اهتم بقطاع الناشئين، ايوه خلاص مقطع الناشئين النهارده مصدر دخل ليا، وبعدين ابتدي اشوف الناشئين لما بتطلع، انا النهارده بطلع لي 10 ناشئين، طب ال 10 ناشئين دول هيكملوا عندي في الفريق الاول ولا ابيع خمسه واخلي خلي خمسه، الخمسه دول مفهوم. هيدخلوا لي فلوس قد ايه؟ فما انت لازم تبتدي تحسب استراتيجيات انا هصرف بتحطها. كام وهدخل كام عشان تبقى العمليه متوازنه شويه، انما مش معقول كل سنه انا هفضل في نفس المشكله. بس هي دي الحق، هو صح ده الحل الوحيد، ان يعني انا شايف ان يعني انا بص يعني انا اشتغلت اتحاد كوره واشتغلت نادي زمالك واشتغلت في زد، ازعم ان الفتره اللي اشتغلتها في زد دي اضافت ليا كتير جدا 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 كاحمد عبد الله. تمام. شغل الكوربريت والشركات ده نفسه فهمتك اكتر على غير الشكل المؤسسي. طبعا غير المينتاليتي خالص تماما، ان انت بتبتدي تشوف الدنيا بطريقه تانية، تمام ازاي تقعد تعمل ميزانيه، ازاي تحضر الميزانيه بتاعت السنه، ازاي تبقى الطلبات موجوده، ازاي يبقى في مفهوم. اكسبكتيشن للفلوس اللي هتتصرف، ازاي تبقى عارف الدخل اللي هيجي، لا انا مش هعدي دي، مش هصرف هنا زياده لان انا هعدي اللاين بتاعي في الحته دي تمام فخلاص، تمام فاهم قصدي؟ فهخسر، فهقلل التارجت هنا علشان واصرف في الناحيه دي علشان ده فابتديت هيجيب لي اتعلم. مفهوم. فالنهارده احنا لما بنيجي نتكلم يعني احسن حاجه ان انت تحط بادجت وتشوف انا هصرف كام، مصاريفي كام، طب انا النهارده عشان اجيب المصاريف دي هعمل ايه، طب ايه الحل؟ يبقى هاخد قرار ان انا هبيع لعيب او اتنين لعيبه تمام. عشان ادخل فلوس عشان اقدر السنه دي هسد وابقى باصص السنه دي مثلا، ان انا الهدف بتاعي ان انا اقعد في الحته مثلا تمام في الجدول في الحته دي، مفهوم. هستحمل سنه او استحمل سنتين عشان بعد كده اقدر اقف على رجلي. الشكل المؤسسي اللي لقيته في زد وفادك انت نفسك على على المستوى الشخصي افتقدته في اتحاد الكره وافتقدته في الزمالك، مظبوط؟ يعني بص انا ما كنتش اعرفه يعني، بس الامور كانت ماشيه، بس هتفضل ماشيه لحد امتى؟ يعني فاهم قصدي؟ الامور كانت ماشيه في نادي الزمالك، كان في الاستاذ ممدوح عباس ساعتها، فكان لما كنا بنتزنق في حاجه او اي حاجه غير فلوس النادي اللي موجوده هو كان بيصرف. ايوه فاهم قصدي؟ بس ده يعني ما يمشيش مع الانديه الكبيره او هيقع منك بعد فتره، صح فاهم قصدي؟ فكانوا دايما بيزودوا يعني، هم كانوا برضو كانت مجموعه كويسه جدا، فكانت بتفكر ساعتها انها تزود ازاي الدخل.